نقولها لهم من هذا المنبر، غير ما كان لها الدروبية ولا تحاول تشروني والله العظيم وتجيبوا لي مليون أورو، لو كانت تقولوا نديروا كسافي نديروا لك منصب قار ب 5000 أورو في السفارة في باريس، ونقول لكم زيدوها في رواحكم، عندي ما ندير بها. أنا كما قال لك راني خسرت يدي من هذا النظام وما ما ما يصلحوش، هذو سون دي فوايو ما عندي ما ندير بهم، ومستحيل راني عاهد الله وعاهد نفسي أنهم يشروني. وهما واش راح يديروا؟ هما راح يهاجموني يهدوني يقولوا لنا فتحوك، ولكن هما يعرفوني انني انا هنا في مخي ما نخاف ما نحشم، عنيد قوي عندي مناعه، يعني لما يحاولوا معايا من هذا الجهه راح يحاولوا يشريوني. انا نقول لهم انا جيت هنا اوروبا باش نتكون نفسي باش نخدم، الخدمه ماهيش عيب حتى لو كان يكون عمل يعني فيه تعب ولا يكون يعني مش من الاختصاص تاعي، نخدم بعرقي ونجيب دراهم حلاليين ان شاء الله ندير عائله. اما انتوما ما عندي ما ندير بكم، غير ما كان اتصلوا بيا، لانني اتصل بيا اي شخص من النظام الجزائري والمخابرات راح نسبوا ونسمعوا ما لا يرد به، وغير ما كان له ما راح تقدروا تشروني حتى لو كانت تفرشوا لي الارض ورود وذهب. هذه رسالتي الى المخابرات والنظام الجزائري. لا بالفعل بعد ما درك ما يقدروش يديروا لك الترهيب يديروا لك الترغيب يعني.